ننتقل بقى لمنطقة تانية وهي منطقة الفخذين. في طبعا ناس كتير وستات كتير عندها مشاكل في المنطقة دي سواء دهون أو ترهلات، التعامل معاها بيكون إزاي؟ هو بص حضرتك، تراكم الدهون في الفخذين واخد اتجاهين، يعني يا اما الفخذ من الداخل يا اما الفخذ من من الخارج. الخارج. منطقة الفخذ من الخارج دي غالبا بنشدها فوق على شكل هلال، ودي مع منطقة الحوض، يعني حتى مع بتكمل جرح شد البطن. واوقات كتير في المنطقة العربية بتاعتنا ما بنعمل شد البطن، بنعمل شد للجزء الخارجي من الفخذ. اوقات يبقى مع تراكم دهون كتلتين كده على منطقة الأرداف من الجانبين، وفي هذه الحالة ده بنشفطه. اوقات بقى يبقى الترهل شادد معانا لتحت، وهنا بنشد كل ده لفوق، وغالبا ما بقدرش نعملها مع حاجه تانية، بتبقى لوحدها. يعني يبقى شد الفخذين من الخارج يتعمل مره، وشد الفخذين من الداخل يتعمل مره، ما يتعملش الاثنين مع بعض. اوقات نعمل مع شد الفخذين من الداخل، نعمل حضرتك شد الاليا، منطقه المقعده من تحت. الفكره في شد الفخذين من الداخل، بس عايزين نقول نفس الدراع. اوقات يبقى الجرح ماشي مع البكيني لاين، مع الخط تانية الفخذ، لو الترهل كله فوق نقدر نلمه. اوقات لا، يبقى على شكل حرف ال، وحسب الترهل اوقات يوصل معانا حرف ال الطولي ده، الحرف الطولي منه لغايه منطقه الركبه. الجروح حسب التئامها، حسب طبعا نوعيه الجلد، حسب الاستجابه، لكن يعد افضل من جرح شد الدراع، لانه برضه عكس الخطوط، لكن جماليا افضل من شد أفضل الدراع. من الدراع. نقطه مهمه نقولها، شد الفخذ بالذات، يعني هو التجميل عموما لازم نروح لجراح متخصص، بس شد الفخذ بالذات عشان الاوعيه الليمفاويه بتاعت الجزء السفلي من الجسم معديه في منطقه معينه من الفخذ من الامام، لازم حد متخصص، لان لو حصل هنا تورم ليمفاوي غالبا مش هيتعالج. يعني لازم التخصص والمهاره بقى هنا. التخصص والمهاره، حد يكون عارف بيعمل ايه، لان مشكلتنا في التوقيت الحالي حضرتك انتشار قصه جراحه التجميل بكميات كبيره، بقى في ناس غير متخصصه، بقى في ناس ما خدش فترته الكافيه للتدريب. فبتفاجئ بمشاكل كتير. فهي العمليه عايزه بس ان تتم بتقنيه جيده، ونشوف بقى هل هنعمل معاها برضو شفط دهون ولا لا، هل هنعمل شد الفخذ الداخلي ده وهنشد معاه الاليا من ورا الجزء السفلي، لان الاليا برضو لو جينا نتكلم عليها بعد كده تشد من فوق او من تحت. بس بنقول شد منطقه الفخذين، اما هنيجي نعملها من الداخل او من الخارج، هنحافظ ان حركتنا القويه لمده 10 ايام ما تبقاش حركه عنيفه. لو هو شد الفخذ حركه بسيطه بهدوء بسيطه. لو شادين الفخذ من الداخل، مهم قوي اعمل حسابي ان انا همشي مايل لقدام لمده 10 ايام. بحافظ طبعا المكان ده ما يلتهبش، لان حرف ال ده جاي في مكان بقى قابل للالتهابات وقابل ان هو يتبل ميه، فعايز ان احنا نحافظ عليه ونستخدم الادويه طب بتاعتنا. طب هو لازم الحركه يا دكتور؟ يعني ممكن الناس تقول لك انا مثلا هاخد من شغلي اجازه 10 15 يوم وارتاح، هو ولا لازم حضرتك الحركه؟ احنا دايما بنفضل ان المريض اما بيقوم من الجراحه بعدها على طول، مجرد ما بيفوق يقدر يقوم يتمشى داخل الحجره، لسبب اغلب المرضى اللي بيعملوا عمليات تنسيق القوام بيكون عندهم نسبه كوليسترول عالي. والنقطه الثانيه ان بيكون نازل من سمنه. الرقده في عمليات التجميل اللي بتاخد ساعتين ثلاثه اربعه، فبنحب مش ندي ادويه ضد تجلطات الدم، فنحب نمشيه بدري تجنبا للجلطات. فهي برضو احنا بنوزن الموضوع ان نعمل حاجه تجميليه، بس في دماغنا على طول دايما البعد الطبي، ان طبعا. هو لا لازم يتحرك، بس بيتحرك وهو مايل لقدام شويه، بيتحرك وهو محافظ على انه ما يحملش على الجرح، يعمل حسابه ان اي شد احنا بنعمله سواء شد للثدي شد للبطن، ان الجزء ده احنا عاملين له تجميل وشادين، فهو يحاول اول 3 اسابيع ما يعملش كاونتر اكت، ما يعكسناش، علشان الجرح ما يوسعش. وطبعا الجرح مش هيفتح، لكن يعني في نسبه ضئيله قوي، ده لو الجراح شادد بزياده ده الجرح ممكن فعلا يفك جزء منه، لكن الطبيعي الجرح مش هيفتح، ولكن هيبدا لون الجرح يتغير، ويبدا التئامه ويبقى بطيء، يبدا اثر الجرح يبقى ظاهر. فلازم احنا نعوض هذه الجزئيه بان احنا ما نحملش على الجزء اللي عاملين عليه التجميل او الشد. الحاجه الثانيه والهامه جدا، لو الثدي يبقى نلبس مشد صدري بدري، لو البطن يبقى هنمشي مايلين لقدام شويه، بنريح الجزء اللي عليه الشد. معنى كده دكتور ما فيش اي مضاعفات الا اذا مشي كتير او ضغط على نفسه في الحركه شويه؟ لا، هو بص حضرتك، ما فيش جراحه ما لهاش مضاعفات، واخد بال حضرتك، لكن لما بنمشي على التقنيات الجراحيه والقواعد الامور بتبقى كويسه جدا، لكن وارد يحصل مضاعفات، ان يحصل تجمع دموي، ده طبعا حاجات قليله بتحصل مع جراح له مهاره وله خبرته. وارد ان الجرح طبعا يلتهب يفك منه حاجه، لكن هو الطبيعي والمنطقي ان لو احنا شغالين مشدود بحساب، مش شادين بزياده،
ودايما نقول الدكتور في بداياته كده نقول له دونت بي اوفر انثوزياستيك، ما تبقاش متحمس قوي، لان بيبقى دكتور لسه شباب وفرحان فبيشد، وهو العيان نايم فاحنا بقى في مرخي للعضلات فبيشد على اقصى درجه. هي الجلاله واخده شويه. انا عايز اقول له انها مش شد، يعني هي تجميل وليست شد. فتفاجئ ان حد جه يعمل تجميل بطن وبدا يبقى عندها مشكله، ان بدا عدم تحكم في البول او مشاكل في العلاقه الخاصه لانه شد بزياده. في حالات بتشوفيها فعلا تلاقي المريض مش قادر يفرد ظهره، حالات المريض مش قادر يفرد الجزء المشدود لان هو شد بزياده